يعني وصلنا وياكم عند الفقرة اللي تستناها كل ست بيت وهي فقرة الطبخ مع الشيف محمد الشعراوي. حياك الله يا شيف. حياك الله يا نوف. يسعد مساك بالسادة المشاهدين. والنهاردة يا نوف النهاردة هنعمل حلا. احنا بعد فترة من الغياب النهاردة بدأنا معهم بحلا. هنعمل النهاردة البسيمة وهنعمل معاها بودنج. فصل الصيف بيحتاج حاجة تكون سهلة من الحلويات. هنعمل بودنج بالمهلبية والبرتقال. حاجة جديدة وشكل جديد. هذا الطبق عند أهل مين؟ ده طبق يعتبر طبق شرقي عند كل الناس يعني مش محدد لحد معين. طبعا بنخص الحلويات لان احنا بنتحكم في كميه السكر اللي احنا عاوزينها. ممتاز. اهم شيء احنا اول شيء هنبدا فيه البسبوسه. وهنعمل برضو واحنا اثناء واحنا بنعمل البسبوسه هنبدا نتكلم او نحط نضيف الحليب بتاعنا والميه عشان تبدا تسخن معايا عشان نعمل الوقت بتاعنا يكون كافي. وتشوف ست البيت معانا كل الطريقه والوصفه اللي احنا هنعملها النهارده. هيكون معانا حوالي ست حاجات للبسيمه. البسيمه حاجه زي البسبوسه او النموره. او النموره ده حاجه بتبقى بسيطه وسهله. البسيمه بتبقى كميه الجوز الهند فيها بتبقى اكتر من كل المقادير. بتبقى حوالي 3 اكواب من هيبقى معانا حوالي 3 اكواب من جوز الهند المبشور. ومعانا حوالي 4 حاجات انصاص. هيكون معانا نص كوب من السمنه حوالي 3 معالق وحوالي 120 جرام او نص كوب من الدقيق السومولينا او الدقيق البسبوسه وحوالي نص كوب من الطحين اللي هو برضو حوالي 120 جرام من الطحين العادي ونص كوب سكر. والسكر برضو مش متأيدين احنا بالريسيبي بالسكر دايما. انا بخص النقطه ديت. كل واحد بيضيف السكر على حسب احتياجه او حسب هو هيضيف قد ايه من السكر. ومعانا رشه بسيطه من البيكنج باودر. بنضيف رشه بيكنج باودر عشان حاطين ضايفين دقيق. فالدقيق يحتاج حاجه تخليه تكون هوي وتخلي معايا البسبوسه او البسيمه بتاعتي تكون هشه. ومعانا اللوز او البندق اللي احنا هنضيفه او اي نوع مكسرات انتوا عايزين تضيفوه. ومعلقه من الطحينه ونص كوب من الحليب. اول شيء بنضيف الحاجات اللي هي السائله عشان ابدا اخلط السكر شويه معايا يدوب. 3 معالق من السمنه. والسمنه تكون بدرجه حراره اللي هي المطبخ يعني تكون مش دايبه ولا تكون ماسكه. ونضيف معاها كميه من الحليب. مش هضيف كل الحليب عشان اشوف انا محتاج قد ايه من الحليب. وهضيف السكر بتاعي. يبقى ضفنا 3 حاجات: الحليب، السكر، والسمنه بتاعتي. وببدا اخلط كل المقادير دي كلها مع بعضها بحيث ان السكر يبدا يدوب معايا. واحنا في الاثناء ديت بنضيف او بنبدا نضيف الحليب بتاعي عشان نوريكم ازاي هنعمل البودن او المهلبيه بالبرتقال وشرايح الكيك او شرايح. بنضيف حوالي نص كوب من الحليب حوالي نص كيلو. خلوا شويه عشان نضيفهم على النشا بتاعتي. امسح الحاجات الزياده. مش كتير من الحليب على حسب انا عاوز اعمل قد ايه كميه الحليب. احنا ضفنا حوالي نص كيلو من الحليب او نص لتر من الحليب. وابدا اخلط دوت. وبرضو كميه السكر اللي بضيفها على المهلبيه على حسب انا محتاج قد ايه من المهلبيه. بضيف حوالي معلقه ونص او معلقتين من السكر مش محتاج كتير. والحاجه ديت بضيف عليها او المهلبيه دي بضيف عليها تاتش بسيط. بضيف عليها تديها نكهه وتديها ريحه مميزه. بضيف عليها حوالي ربع معلقه من الفانيليا. وبترك ده عشان يبدا يغلي معايا شويه. مش محتاج اكتر من كده. هيحتاج بس معلقه من النشا وهندوبها في الحليب ونبدا نخلطها بيها ونشوف بقيه الطرق معانا. في نفس الاناء برضو معانا اناء تاني بنضيف عليه شويه. بس نعلي شويه النار على الاناء دوت. وفي اناء تاني بضيف عليه حوالي برضو لتر من الميه او ازيد شويه على حسب انا محتاج قد ايه. بضيف الميه بتاعتي على حسب انا محتاج او المقادير بتاعتي. وببدا اعلي شويه النار عليه او ببدا خلي النار تكون زايد عليها شويه
الشكل دوت ونتركهم على النار ونبدا نخلط بقيه مقاديرنا بتاع البسيمه عشان تكونوا مركزين معانا في الوصفه. زي ما قلنا هتضيفنا نص كوب من الحليب معاها 3 معالق من السمنه معاها السكر نص كوب من السكر. بنبدا ندوب السكر وبعد كده بنضيف الحاجات الدراي او الحاجات اليابسه. قبل ما نضيف الحاجات اليابسه معانا رشه من اللي هي نص معلقه من البيكنج باودر بضيفها على طول على زي ما تعودنا دايما واحنا بنعمل اي حاجه فيها بيكنج باودر بنضيف البيكنج باودر ونبدا نخلطه مع الدقيق عشان يبدا يتخمر معايا ويكون في كل جوانب الصينيه ما تكونش حته رافعه عن الثانيه. ببدا اخلط كل البيكنج باودر مع الدقيق وبضيف كل الكميه ديت مع على بعضها بضيف كل ده مع بعضه واضيف جوز الهند وبضيف الدقيق السيمولينا او دقيق البسبوسه ونشيل كل الاغراض الزياده ونبدا نخلط كل الحاجات دي مع بعضها ونبص على الحليب بتاعي عشان نشوف محتاج قد ايه من الوقت. شايف انت اكيد يا نوف انت طبعا مركزه عشان تشوف الوصفه طبعاً بس طبعا البسيمه دي حاجه سهله وبسيطه. شفت احنا ما ضفناش اكتر من مش محتاجه اله ان احنا نخلط بيها بس محتاج يكون متوفر عندي جوز الهند. اكيد متوفر عندي جوز الهند في البيت. اقدر استغني عنها البودر جوز الهند في الحليب بالجوز الهند؟ ممكن يعني هي دي بس الجوز الهند دوت بيبقى بيدي للهشه بيخليها هشه وتكون هي النوعيه بتكون لا مش اسيدي مش طعم اكتر من هو الريسبي او السمك عشان اساس اشعر بالحبات الجوز الهند في السمنه. بالظبط اما عاوز اعمل نكهه جوز هند او ادي حاجه ريحه بتاع جوز هند بس ممكن الحليب. اضيف الحليب جوز الهند ده سؤال برضو مهم ان ممكن الناس تفكر ان هو مجرد انا ضفت جوز الحليب جوز الهند يبقى انا كده الوصفه. لا ده لازم يكون معايا 3 اكواب من جوز الهند عشان الوصفه بتاعتي تكون ناجحه. ببدا اخلط كل ده. شايفين محتاجه شويه الحليب اللي احنا شلناهم على جنب عشان ضفناهم. ببدا اخلط كل المقادير دي كلها على بعضها ونبص على دايما نبص على الحليب بتاعي عشان نبدا نشوف محتاج قد ايه. برضو لو محتاج شويه من الحليب شويه على حسب الصينيه بتاعتي او حسب ما نضيف الماء على حسب مقاس الصينيه بتاعتي. مش محتاج ان انا اقلبها كتير مجرد ان هي تختلط مع بعضها ومجرد ان هي تتداخل كلها مع بعضها تكون جاهزه معايا. شايفين كميه الجوز الهند احنا ضايفين كميه الدقيق عشان تمسك لي احنا ضايفين كميه جوز هند كتيره فعشان تبدا تتماسك كلها مع بعضها بنضيف حوالي نص كوب من الطحين. يعني يا شيف معلش تعيد لنا اللي انضموا الان لنا ممكن ما تابع من بدايه ده. الان حطينا احنا ضفنا في الاول الحاجات السائله اللي احنا قلنا عليها نص كوب من الحليب مع 3 معالق من السمنه وهضيفنا معاهم السكر ذوبنا السكر شويه قلبناه وبعدين ضفنا الحاجات الدراي كلها اللي احنا قلنا عليها اللي هي جوز الهند والدقيق والدقيق السومالينا مع البيكنج باودر ده كله ضفناه مع بعضه وبعدين خلطناه مع بعضه كنت انتهت. مش محتاجه ولا مضرب ولا محتاجه اي شيء. شايفين شكل الحليب بتاعي بدا يغلى شويه بس على النار وببدا ادوب النشا بتاعتي اجيب معلقه من النشا واضيف عليها شويه من السائل. السائل بتاعي يكون ميه او حليب على حسب انا عاوز اضيف ايه. شويه من السائل بتاعي ببدا ادوبهم بخلط ده كله مع بعضه بالشكل دوت. تاكد ان كل الحبيبات النشا عشان ما تعملش كتل وانا بقلب النشا بتاعتي بقلبها في نضيفها الحليب الساخن. ها بالحليب الساخن على طول ببدا اقلب عشان اشوف السمك بتاعي اللي انا محتاجه. خلاص بالشكل ده انا اكون مش محتاج السمك ده اللي انا محتاجه نوف اهوت مش محتاج اكتر من كده. ده السمك بتاعي بس هخليه على جنب عشان نضيف نصب الطريقه دي او الوصفه ديت وبعدين نخش على البسبوسه. البسبوسه او البسيمه تعتبر جاهزه معايا. طريقه جديده ممكن
عندي لو عندي شرايح من الشيز كيك او الانجليش كيك او عامل عندي اي نوع من الكيك تبقى حاجه طعمها لذيذ مميز. بنضيف كل ده مع بعضه كده وابدا اوزع، يكون عندي بالكاكاو او بالشوكولاته بضيفها بالشكل دهوت. اتاكد ان انا في كل جوانب البوله او في الاسفل ضفت فيه. ضيف دي خلي ديت بالشوكولاته، واحده بالفانيليا. اتاكد ان انا وزعت كميه الكيك او شرايح، وببدا اصب المهلبيه بتاعتي اللي احنا طبقه. يبقى هنعمل ثلاث طبقات، طبقه الاولانيه شرايح من الكيك او شرايح من مش كتير، بضيف بس كميه بان هي تغطي لي الشكل بتاعي على حسب حجم البوله او الاناء اللي انا بعمل فيه، مش محتاج اكتر من كده. واخلي حاجة تانية هوريكم هنعمل ايه. ممكن اضيف بقى شوية من في البولة ديت، هنعمل طريقة تانية. لو عاوز اضيف في دي في الاول، وبجيب الشريحة بتاعتي في الاخر بضيفها بالشكل دهوت. بدل ما احطها في الاسفل حطيتها في النص، وهنشوف هنعمل ايه، هنكمل بقية وصفتنا. بس خلينا نشوف، بس نشوف المشاهدين. بعمل ده واتركه حوالي 5 دقايق يبرد معايا او يهدى معايا، وببدأ اضيف عليه الوصفه الثانيه او الحاجه الثانيه اللي احنا هنعملها. خلينا بس نشوف نكمل البسبوسه او البسيمه بتاعتي. بجيب معلقه من الطحينه، ببدا احطها في الصينيه بتاعتي، ووزع معلقه الطحينه ديت بالفرشه عشان كميه البسيمه بتاعتي ما تمسكش وانا اثناء وانا بعملها. ببدأ أوزعها على كل جوانب الصينية، أتأكد إن هي في كل الأطراف ينوف. توزعت معايا، وصلت لها الطحينة بالشكل دوت. وببدأ أنزل البسيمة، شايفها؟ ده السمك اللي أنا محتاجه. ابدا اوزعها زي ما انتم شايفين، تبقى السمك بتاعها حوالي سنتي من الصينيه، مش محتاجه ان هي تكون، تبقى هي السمك بتاعها مش سميك او غليظ. اتاكد ان هي اتوزعت على كل الصينيه ومفيش مكان اعلى من مكان. ابدا اوزعها على كل اطراف الصينيه. اكيد يا رفو انت شايفه ان حاجه سهله بسيطه. طبعا انت اكيد بتخش المطبخ، فديت ممكن تكون صعبه على ست البيت لو عملت حاجه زي كده لاولادها. تبقى سهله بسيطه. اتاكد ان هي تكون اتوزعت على كل الصينيه طريقه بسيطه وسهله. ممكن انا لو ما عنديش الاسبوتر دوت، ممكن بدايه شويه ميه والبس الكلافز بتاعي وابدا اوزع عليها بشويه ميه باليديه بشويه ميه وابدا اوزعها. اتاكد ان انا الجوانب دايما اركز على الجوانب عشان الحتت اللي هي في الجوانب ممكن تتحرق وتعمل شكل مش ظريف او طعم مش كويس. بتاكد ان هي توزعت بالشكل المظبوط. وبعد عنده برضو شرايح البندق، ابدا اوزعها بالشكل دهوت. ابدا اوزع في كل جوانب الصينيه واتاكد عليها عشان البندق بيدي لها طعم. طبعا بنروح نجيب احنا بسيمه او بسبوسه بالبندق، بتكون حاجه سعرها عالي وتكون كميه السكر او كميه الدهن انا مش محتاجه. انما انا لما اعمل حاجه زي ديت، شايفين الوصفه سهله، مقاديرها سهله وبسيطه ومتوفره في كل بيت، وممكن ما تكونش مكلفه معايا، وفي نفس الوقت عملت افضل شيء ان انا ضفت كميه السكر اللي انا محتاجها، ما ضفتش ازيد منها. لكل واحد محتاج كميه سكر معينه او على حسب هو
محتاج قد ايه من السكر، او بيحب يضيف السكر زياده او اقل، مش بتفرض عليه كميه السكر عشان بيروح يشتريها من بره جاهزه، بتبقى مفروض عليه السكر اللي هو بيضيفه او الموجود فيها. اتاكد ان انا ضغطت عليها عشان يبدا يتماسك مكسرات او اللوز بتاعي او البندق على حسب انا ضايف ايه. شايفين دي شكل الصينيه يا نوف، بتاخد حوالي من 25 ل 20 دقيقه على 180 درجه. اسخنها بدايه من تحت. الفرن بتاعي بيكون شغال قبل ما اكون بضيفها، وبتاكد ان هو على 180 درجه، بحطه نضيفها تاخد حوالي زي ما قلت لك من 25 ل 23 دقيقه، يعني حوالي 25 دقيقه بتكون جاهزه معايا. والشربات هنقول عليه، خلينا نغير بس قفازاتنا ونشوف. طبعا تحتاج شيره سكر طبعا. نعم. بعد ما تقطع وهي سخنه على طول بتحتاج الشيره بتاعها او الشربات على حسب انا محتاج برضه قد ايه. احنا ضايفين كميه سكر في الخلطه هي حتكون طبقه واحده صح؟ طبقه واحده. اه هنبدا بس نكمل. فين اخليها طبقتين واحشيها شيء من جوا؟ ممكن، بس دي هتكون حاجه ثانيه او اسم ثاني. آه. غير دي يتهمنا دي البسيمه او طريقه البسيمه، لو حابب حد عاوز ياكل بسيمه دي الطريقه الصح بسيمة. او السليمه للبسيمه. برضو معانا ثلاث معانق من النشا او معلتين. ضفنا الميه، ما ضفناش غير ميه بس بسيطه، ونضيف معاها حوالي معلتين من السكر وحوالي معلتين من عصير البرتقال البودره. لو عندي فريش، لو طالع من رمضان وعندي عصير من البرتقال البودره دوت، بيبقى بيديها طعم ونكهه مميزه. وتكون معايا رشه بسيطه من البرتقال اللي هو البودره بسيطه عشان تدي لي لون او تركز لي اللون. هذا الصباغ ها؟ مش تكون مش كتيره، بس رشه بسيطه عشان تديني اللون اللي انا احبه. ببدا ادوب السكر مع الشكل دوت. شايفين شكل اللون، ركز معايا. وبرضو بضيف حاجه بسيطه، برضو هتجيب الكاميرا جايبه لنا حاجه بسيطه خالص، بضيفها رشه بسيطه على النشا عشان تركز لي برضو اللون، ويكون اللون بتاعي اللي انا حاب اضيفه عليه. شايفين ببدا ادوب كميه النشا بتاعتي. شايفين شكل وهو بيدوب كده النشا مع كميه السائل او كميه الميه. ببدا دي حوالي معلقه من بشر البرتقال الفريش. آه. ببدا اضيفه، بدي له طعم ونكهه. ما تعطي له يا شيف مراره قشر البرتقال هذا؟ ما يعطي له طعم لذيذ، هتجربيها وهتدوقيها ان شاء الله بعد الحلقه. لانه مر قشر البرتقال. لا لا، بتدي له طعم ومزازه. وبتغير طعمه وبتدي له طعم جميل لو هتغيريه. انت طبعا مش متخيله ان الطعم بتاعه، لما هتدوقيه هتقولي ان طعم غريب وطعم جميل وجديد. وطبعا زي ما قلنا فيتامين سي. اكيد طبعا. يعني حطينا، نعيد مره ثانيه، ميه. ضفنا الميه على حسب احنا محتاجين قد ايه من الميه، والسكر برضو على حسب. ملعقه تانج البرتقال، معلقتين ممكن من بودره البرتقال. والقشر البرتقال، او حابب لو عندي برتقال فريش كبس اخصره واضيفه يبقى نسيان. بس انا بقول بقلل التكلفه او بشوف الموجود المتوفر عندنا في كل بيت، عشان يكون ما يكونش حد عنده حجه ان هو احنا بنعمل وصفه ما تكونش متوفره. لا، الوصفات اللي احنا بنعملها وصفات سهله بسيطه، ما بتاخدش وقت وما بتاخدش مجهود، وكل المقادير بتاعتنا متوفره في كل بيت. بنبدا نخلط زي ما قلت، هنكمل حوالي نص كوب او اتنين كوبين من الميه. ضفنا عليهم معلقتين من بودره البرتقال ورشه بسيطه من برتقال البودره، وحوالي معلقه او معلقتين او حسب انتوا حابتين من السكر. ده بس الخليط اللي ضفناه، ومعانا معلقتين من النشا مدوبينهم. هنبدا بس نقلبهم، والميه بتاعتي او الخلطه اللي معايا ديت بدات خلاص. هضيف دايما بضيف النشا بتاعي، ايديا في الشمال ماسكه الحاجه اللي بصب فيها، وايديا اليمين لازم اكون بخلط عشان ما تعملش كتل معايا، عشان اشوف القوام اللي انا محتاجه. دي بس شويه بسيطه، وبعدين هو ده القوام اللي احنا محتاجينه. هو ده القوام اللي احنا محتاجينه، اكيد الكاميرا جايبه لنا. هو ده القوام، شايفين طريقه سهله بسيطه.
هو ده القوام اللي انا محتاجه. بشيله من على النار وببدا نشوف هنعمل معاه ونصبه ازاي، ونشيل الاغراض الزياده. بنجيب الكاسات بتاعتي على حسب الكاسات اللي انا عاوز اضيفها او عاوز اصب فيها، ممكن يكون كاسات كبيره مثلا كاسات صغيره على كل فرد بايركس كبير على حسب انا محتاج قد ايه. ببدا اصب الخليط بتاعي شويه شويه، نعمل طبقات شكلها شهي وطعمها برضو هيكون مميز. ده اول كاس، والاطفال تونا بيحبوا الحاجات اللي هي بتبقى فيها ألوان. اختلاف وفيها الوان. ده الطبقات اللي احنا ضفنا، اول شيء ضفنا شرايح الكيك من في اسفل البوله، ودي شرايح الكيك اللي ضفناها في الوسط. اكيد الكاميرا جايبانا على كل واحده، يبقى عملنا طرق مختلفه للتقديم، شكل مميز والطعم برضو هيكون شهي ومميز. وافضل شيء ان انا بعمل كل شيء في بيتي ان انا متاكد من كل الحاجات اللي انا ضايفها. ده الشكل النهائي، اكيد الكاميرا جايبنا ده الشكل النهائي. لو عندي شويه من الفستق البودره او الناعم ممكن اضيف شويه حاجه بسيطه برضو هنا شويه. واحنا عشان وقت الحلقه كنا عاملين اربع بولات قبل واثناء ونوف وهي بتقدم البرنامج في الاول، عملنا ثلاث بولات على اساس ان الوقت خوفنا الوقت ما يكفيناش او ما يكفيش. عملنا برضو ثلاث بولات عشان نشوفه، عشان تشوفوا الشكل النهائي. نهتم طبعا انتوا تشوفوا الشكل النهائي، ما الوصفه تكون كامله معاكم. دي ثلاث بولات برضو عملناهم بنفس الطريقه على حسب انا عاوز اديهم ازاي. ده الشكل بتاعهم، يبقى ليا مساحه من اللي انا اختيار ان انا ممكن اضيفهم في بولات باريكس على حسب او كل فرد. ده الشكل في الحر ده ما تكون حاجه زي ديت معموله في البيت ومحطوطه في الثلاجه ونبدا يعني تحتاج التبريد يعني يا شيف بعدها، بتحط في التبريد بعد ما تكون بردت خالص بحطها في التبريد. بطعمها مميز، شكلها اكتر مميز. طبعا العين ده زي ما بقولوا بتاكل قبل ما الواحد ما بياكل. هنبص بص على البسيمه بتاعتي، هتاخد من حوالي زي ما قلنا 25 ل 20 دقيقه بس برضو عشان وقت الحلقه او وقت البرنامج بتاعنا. احنا عاملين دي شكل الصينيه، شوف شكل الصينيه، دي شكل الصينية. اكيد الكاميرا يعني تشبه البسبوسة يا شيخ. هي شكل البسبوسة بس مش بسبوسة، لان هي كمية البسبوسة بتبقى تاخد حوالي كوبين من دي سمولينا. دي ما فيهاش غير نص كوب. هي مبنية كلها على الجزء الهند. طعمها مميز وتكون شهية وفي نفس الوقت زي ما قلنا شكلها. ادي الشكل بتاعها، لو عملتوا الوصفة بنفس الطريقة بنفس الخطوات اللي عملناها هتطلع معاكم بالوصفة او بالشكل ده. تخيلي انت لو راح تشتري صينية بالشكل ده هيكون سعرها قد ايه وكمية السكر والدهن قد ايه. فدي حاجة مميزة. وعملنا معاكم النهاردة البودن بالمهلبية وعصير البرتقال او بودرة البرتقال، حاجة مختلفة وحاجة شهية. ان شاء الله يا نوف تطلعي النهارده بعد البرنامج. اكيد طبعا لازم اظبطها للاولاد. طبعا اكيد، وحاجه سهله وبسيطه، واكيد المقادير كلها متوفره في كل بيت وعندنا في كل بيت. يعني يعطيك الف عافيه، تسلم الايادي يا شيف. يعني طبعا زي ما قلت العين قبل. اكيد اكيد كلها نتمنى اول شيء سهله، يعني اهم شيء انها سهله وما تاخذ وقت كثير. اكيد اكيد، ونتمنى نكون اخواننا المشاهدين تابعونا وكتبوا الوصفه، ونتمنى ان هم يبداوا بعد الحلقه ان شاء الله يبداوا ينفذوها. ونتمنى نشوفكم على خير في الحلقه القادمه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.